أهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة الثالثة من شرح برنامج بايب فلو اكسبرت. بقالنا فترة طويلة ما تقابلناش مع بعض، إن شاء الله تبقى عودة كويسة يعني بالنسبة لحضراتكم. كنا خدنا قبل كده محاضرتين في برنامج بايب فلو اكسبرت، وقلنا البرنامج ده قوي جدا في حساب كل البروبرتيز بتاعت الفلو في الماسورة، ايا كان الفلويد اللي ماشي جوه الماسورة. يعني احنا لو فتحنا هنا كده قائمة فلويد، لو ممكن برضو موجودة فوق هنا فلويد، ايه الفلويدز اللي عندنا؟ عندنا فلويدز كتيرة جدا، عندنا ليكويدز وجازز. الليكويدز مثلا في ووتر مثلا، فهنلاقيها تحت بالمنظر ده اهو عند درجات حرارة مختلفة. امونيا، بيوتان، بروبيلين، بروبان، يعني كل الليكويدز اللي احنا بنشتغل بيها في شغلنا موجودة هنا في القائمة دي. ولو عايزين نضيف ليكويد تاني مفيش مشكلة، add new fluid اهو، بكتب اسمه، الفورمولا الكيميائية بتاعته، درجة الحرارة بتاعته هو عند كام، الضغط بتاعه كام، الدنستي، الفيسكوستي، والفيبر بريشر، والستيت بتاعه هل هو ليكويد ولا جاز، و add to fluid data، cancel. كذلك برضو الجازس، هلاقي هنا الهواء، هلاقي الأمونيا، هلاقي البيوتان، الأرجون، وهكذا. يعني لو عايز اشتغل مثلا compressed air، هختار هنا خصائص الهواء عند درجة حرارة كام، الضغط بتاعه كام، وهكذا. لو مفيش نوع الهواء اللي انا عايزه دوت، ف add new fluid زي ما قلنا، وهنحط ال properties بتاعتي. عايز اشتغل نيتروجين اهو موجود، وهكذا. تمام. كالكوليت جاز داتا، يعني لو انا عايز احط التمبريتشر والبريشر فيطلع لي الدنستي اللي هي المعادلات يعني بتاعت سواء الايديال جاز او الريل جاز يعني. تمام. اقدر ان انا استعرض برضو الداتا ديت عن طريق سواء متريك او امبريال. اوكي. لو هختار حاجة مثلا، هختار ان انا اشتغل بالاسيتيك اسيد، ده دبل كليك شمال عليه نزل هنا اهو، حمل سيف، خلاص يبقى هو دوت الفلويد اللي انا هشتغل بيه في الشبكة او اللي جاية. مش عايز يبقى كنسل خلاص. يبقى الفلويد اللي موجود دلوقتي اهو ووتر، وبيسميه زون 1، عشان في ميزة هنا في البرنامج ان انا اقدر اشتغل اكتر من شبكة في نفس اللوحة ديت. يعني ممكن ارسم شبكة كده بالمنظر ده كده اهو، الشبكة دي تكون محدد الفلويد اللي فيها انه مية. ممكن اشتغل فلويد تاني او شبكة تانية جنبها واحدد فلويد فيها، وهكذا. تمام. خلينا نمسح الكلام ده. نشرح ايه النهاردة؟ احنا شرحنا قبل كده ال joint point، وشرحنا قبل كده ال end pressure ديت، وشرحنا التانك. هنشرح النهاردة طبعا مفيش داعي لدول، يعني ده موف ودوت اليد تمسك اللوحة وحركها، وده selection على اي حاجة. النهاردة هنشرح المواسير. لو عايز ارسم ماسورة ممكن ادوس هنا كليكاية شمال اهو على الايقونه ديت، واقوم محدد اول الماسوره فين اهو، كليك شمال كده، واقوم محدد اخر الماسوره فين. المربعات ديت حاليا ما تعبرش عن مسافات، يعني مثلا ما بين المربع ده، ما بين الخط ده والخط ده، يعني المربع الواحد مش معناه مثلا سنتي او متر، لا،
احنا بنحط طول الماسوره من البروبرتيز بتاعتها اللي هنا. خلينا نشوف اهو، هحدد هنا النقطه التانية. فبيقول لي ايه؟ first by parameter the default by values for drawing r ستيل سكاديول 40. يبقى الماسوره ديت اللي هتترسم هي نوعها ستيل سكاديول 40، طولها 120 انش، ده الديفولت، هو رسم كده. يا رب حتى لو كنت رسمت من هنا لهنا برضه هيقول لي 120 انش. ديامتر اللي هو 4 بوصة، يعني 102 ملي. الرفنس، ده الرفنس بتاع الماتيريال ديت، 46/1000 ملي متر. Do you wish to change these values now؟ عايز تغير القيم ديت دلوقتي؟ لو قلت نو هيسيب الماسورة زي ما هي وتبقى البروبرتيز بتاعتها هي دي. لو قلت يس اهو فتح لي الويندو ديت. الويندو دي في البايب داتا هقدر اغير القطر بتاعي، انا عايز دايمتر كام؟ مش 4 بوصة مثلا، عايز دايمتر 150 ملي. دبل كليك شمال وسيف بايب. يبقى انا كده حددت ان قطر الماسورة 154 ملي، اللي هو 6 بوصة. الماتيريال هي ستيل سكاديول 40. لو عايزها مثلا كبر تايب كي، ممكن دبل كليك شمال او ادوس عليها كليك شمال وادوس سيلكت، هيختارها. سيف تو بايب. ذا انترنال دايمتر ماست بي ست. لما اغير الماتيريال لازم يقولك انت عايز انه قطر، مثلا 150 اهو، دبل كليك شمال سيف. خدنا بالنا الرفنس اتغير، وخلي بالكو كمان الدايمتر هنا اتغير. ده ايه ده؟ الانترنال دايمتر. اصل النومينال دايمتر بتاع الماسوره 150 ملي، ده الاسمي، ده اللي انا بروح اشتريه من السوق اقول له انا عايز ماسوره قطرها 150 ملي، ما اقولوش عايز ماسوره 145.8 ملي، لكن القطر الداخلي للماسوره 145.8 ملي. ولان غيرت الماتيريال فالرفنس كمان اتغير بالتبعيه، انا ما بغيرش حاجه. لو عايز اغير هنا مفيش مشكله بايديا، بس دوت يبقى يوزر اند يوزر ديفايند. تمام. اللينس عايز الطول يبقى ايه؟ انا عايز الطول مثلا، تعال نشوف كده اليونتس. اللينس هنا بالانش، ممكن نخليها بالمتر. بايب داتا اتغيرت، يبقى اليونتس انا عايز اللينس بالمتر، انا عايز الدايمتر بالانش مثلا اهو. يبقى النومينال 6 بوصة، ودوت الانترنال، وادي الرفنس اهو، وادي الطول بتاعنا. انا عايزه مثلا ماسورة طولها 3 متر. تمام. هل عايز تركب على الماسورة اي محابس؟ فمجرد ما ادوس هنا كده فتح لي الويندو العظيمة ديت. في هنا بقى اي فيتنج، اسف، اي فيتنج او محابس عموما، يعني في هنا كل الفيتنج والمحابس اللي انا عايزها. انا هحط مثلا كوع. تمام. الكوع ده ده الايه ده ده يعني ده ده السيمبل بتاعه، وده اسمه اس بي. بس خلي بالكم من حاجة، هنا 6 ملي المترك الدايمتر بتاعه، وهنا الدايمتر الامبريال 8 انش. طب انا عندي الماسورة هنا اصلا 6 بوصة، يبقى انا انزل هنا، هي مجموعة فيتنج ومحابس متكررة، وانا المفروض اجيب القطر اللي انا هشتغل بيه. تمام. انا مفروض 6 بوصة، 3 بوصة، 3.5، طبعا مفيش في السوق حاليا 3.5، ده 4 بوصة. ادي الـ6 بوصة اهو، بدايتنا اهو. فانا عايز احط على الماسورة ديت كوع،
فبحدد ادي ستاندرد بند اهو، عشان كده سموه اس بي ستاندرد بند. الكي فاكتور بتاعه 45%، وهنفهم بعد كده يعني ايه كي فاكتور. فلو عايز اختاره دبل كليك شمال عليه، اديني ايه نزلته معايا. عايز كام واحد على الماسوره؟ اختار بقى عدد الستاندرد بند على الماسوره هيبقوا كام. عايزه يظهر في اول الماسوره ولا في اخر الماسوره؟ اصل البرنامج ده مش بيرسم الكوع والتي والكلام ده كله، ما بيرسموش. احنا بنرسم اللاين ده بيعبر عن الماسوره، وبحدد عليه بقى الفيتنج بتاعتي او المحابس بتاعتي. عايز احط عليه مثلا محبس جيت 6 بوصة برضو، دبل كليك شمال اهو. عايز احط عليه فرضا محبس تشيك اهو، تمام. مش هتفرق في البريشر دروب بتاع الماسورة اذا كان الفيتنج موجود على اول الماسورة ولا في اخرها، او المحبس على اول الماسورة ولا في اخرها. كده كده هو بيحسب بريشر دروب على الايتم ده بالكامل. خلاص، لو عايز انا اعمل فيتنج جديدة نون ستاندرد فيتنج مش موجودة هنا، كرييت نيو فيتنج واختار لها سيمبل. ممكن اعمل كده واشوف السيمبل اللي انا عايزه، اي سيمبل بقى، واسميها زي ما انا عايز، واحدد قطرها، وبناء على قطرها دوت احدد الكي فاكتور بتاعها والديسكريبشن بتاعها. ده لو انا هحط فيتنج جديده من عندي واضيفها اد تو ستارت اوف بايب ولا اد تو اند اوف بايب، سيف تو داتابيز عشان تنزل هنا. لا انا مش عايز دوت، كانسل. اوكي، ممكن احسب كي فاليو بتاعت مثلا انترانس راوندد، جراديوال انلارجمنت، جراديوال كونتراكشن، يعني الشكل ده عايز احسب له الكي فاليو بتاعته. لونج بايب بند اهوت مثلا، خلي بالكو هنا مثلا ادي اللونج بند اهو، تمام اهو هو ده. طب امال ايه احسب دوت يعني؟ قالك لو انت عندك ادي مثلا بالملي هنا مثلا، حطيت 150 ملي، وده 150 مثلا، كالكوليت ادي الكي 3/10. طب ده مثلا 100، كالكوليت the radius is too small to be classed as a long band, consider use of a standard band. طب خلي ده 200، كالكوليت 18 من 100، 160 مثلا 3/10، وهكذا 18 من 100. ده القطر بتاع الماسورة اللي هو مثلا 6 بوصة، وده اللي هو الراديوس بتاعي. يعني لو انا خدت نقطة سنتر للراديوس ده، سنتر لاين بتاعي كده، هيطلع somewhere هنا كده. المسافة دي كام؟ حاجة اسمها ار على دي. ايه الار؟ الار اللي هو ده، الار اللي هو ده، والدي اللي هو ده. ار على دي بيساوي كذا، من خلال جداول خاصة بالفيتنجز ديت بيحسب لي الكي بتاعها كذا. وبعد كده البريشر دروب خلال الفيتنج ده بيتحسب ازاي؟ باخد انا الكي ده واضربه في حاجة اسمها الفيلوستي بريشر، الضغط الناتج عن السرعة، تمام. والضغط الناتج عن السرعة ده معادلته في سكوير مربع السرعة على 4005. اوكي، يطلع لي بالفيت بير سكند، يتضرب في الكي ده، الناتج يطلع لي هو البريشر دروب من خلال الفيتنج دوت. كانسل. خلاص تمام، اخترت الفيتنج بتاعتي واخترت الفالفز بتاعتي وكده، تمام. سيف اهو، تعالى هنا كده. ده اسمه كومبوننت بريشر لوس. يعني ايه؟
يعني لو انت عندك مثلا عداد ميه، العداد ده بيعمل بريشر دروب ثابت انت عارفه، فبما انك عارفه فهتكتبه هنا على طول. كتبت بريشر دروب هنا بالميتر فلويد او ايا كان اليونت بتاعتك. طب لو انت عندك الحاجة ليها كيرف، يعني عند فلو كذا البريشر دروب كذا، عند فلو كذا البريشر دروب كذا، عند فلو كذا البريشر دروب كذا، فبتحط الكيرف بتاعك عشان عند فلو معين يختار هو البريشر دروب اوتوماتيكلي، وبيقولك جنريت كيرف، اعمل الكيرف بتاعي بقى. حاجة اسمها سي في وكي في وسبرينكلر كي امبيريال وسبرينكلر كي متريك، خلينا دول ناخدهم في مرة تانية. عايز اختار لون الماسورة، يعني ايا كان، يعني اخترت اللون ده. لو انا عايز اخلي الداتا ديت ديفولت عندي في اي ماسورة تانية بعد كده، اعملها copy internal diameter او copy all diameter data، the pipe diameter internal and outer values has been copied to the selected pipes، بحيث ان اي ماسورة تانية بعد كده ارسمها ياخد هو الديفولت داتا ديت. copy all material data، copy length او copy fitting، copy component، copy color، copy all pipe data. يبقى كده all pipe data، all pipe data ديت كلها هتبقى ديفولت عندي وانا برسم بعد كده اي ماسورة انا عايزها. تمام، هنا كده دوت حولني على اليونتس، اختار اليونت اللي انا عايزها لاي بروبرتيز انا عايزها. خلاص ممكن اغير الماتيريال، خليها ستيل، ادي ستيل سكاديول 40 اهو، سيف. internal diameter must be set، ادي save. وزي ما الفيتنج والفولفز موجودة زي ما هي، save. اوكي خلاص، دي كده الماسورة اللي احنا عملناها. الماسورة ديت لو دوست عليها اهو، هعمل هنا كده واعمل selection عليها، هلاقي متحمل عليها هنا كده، هي اسمها pipe 3، طولها 3 متر، قطرها 6 انش، الرفنس بتاعها كذا بيزد على الماتيريال. ولو فتحت هنا كده هلاقي متحمل عليها 1 ستاندرد بند 6 بوصة، 1 جيت فالف 6 بوصة، 1 تشيك فالف 6 بوصة. طبعا مفيش داعي بقى يرسم لك ايه 3 ايتمز هنا معبرين عن الفيتنجز والفالفز، لا هو حاجة واحدة كده بس بتعبر يعني. خلاص هي ابتدت من نود رقم 4 وانتهت لنود رقم 3، رقم النود عادي يعني، ادي النود اهيت اهي. تمام، عايز اغير رقم النود، اسميه 1 مثلا او هسميه نود 2، سميته 2 بحيث ان النود ديت اجي هنا واسميها 1. تمام، ده التسمية هنا يعني. الماسورة ديت هي في وضع افقي لان الستارت هايت بزيرو والاند هايت او اند اليفيشن بزيرو. عايز اغير اخلي الماسورة ديت في وضع رأسي او في وضع مايل ايا كان، فممكن اخلي هنا النود، نود 1 ديت بزيرو الاليفيشن بتاعها، ونود 2 اخلي الاليفيشن بتاعها مثلا 3 متر. يبقى اذا الماسورة دي طولها 3 متر وهي مايلة بزاوية تسمح ان يبقى الاليفيشن ده على 3 متر. فاهمين قصدي ايه؟ يعني مثلا لو جيت عملت كده كأني هرسم سيكشن يعني فيها اهو، كده 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 مثلا، كأن دي 3 متر طولها، وفي نفس الوقت الاند بوينت ديت حركتها، فضلت احركها بالمنظر ده كده كده رايح جاي، بحيث ان هي برضو يبقى ارتفاعها 3 متر. فاهمين قصدي؟ عشان كده هي ايه هنا من 0 ل 3، وهي نفسها طولها 3 متر. لو خدتوا بالكم ان انا لما جيت ارسم مجموعة المواسير ديت
هو خد الديفولت داتا اللي انا كنت عاملها هنا وطبقها هنا، خد نفس اللون، خد نفس الطول، خد نفس الفيتنجز اللي على كل ماسورة. نكتفي بهذا القدر النهاردة، ونكمل ان شاء الله المحاضرة الجاية. ارجو ان انا اكون افدتكم في المحاضرة ديت، في البرنامج ده. لما نكمله حقيقي هنقدر نجيب منه بيانات يعني، وداتا كويسة جدا، نتائج هايلة جدا، نقدر نشتغل بيها على اي شبكة فيها مواسير، فيها اي فلويد، كومبريسد اير، سويمنج بول، يعني مش عايز اقول فاير فايتنج لان في الاليت ده متخصص جدا في الفاير فايتنج، بس مثلا برضو شبكة التشيلد ووتر، شبكة الووتر سبلاي، وهكذا. شكرا لحسن استماعكم ومشاركتكم. كان معكم مهندس وائل نسيم، إلى اللقاء في المحاضرة القادمة إن شاء الله.